منذ أن خرجت سارة من السجن أصبح هذا المشغل هو مصدر رزقها الأساسي. لم تكن سارة تتخيل أنها قد تدخل السجن بسبب عدم قدرتها على سداد دين لم يتجاوز 300 دولار، لكن الأصعب كما تقول كان نظرة المجتمع لها بعد قضائها مدة الحكم. في ناس مستوعبة في ناس ما بتستوعبش، شايفاها إن هي حاجة وحشة أو أنت عملتي جريمة، بس هو بيبقى غصب على البنات. حتى لو كنت مريت بفترة عقوبة، حتى لو كنت طلعت وما كانش في حد ساعدني في الدين، فأنا كنت برضو هجيب منين وهكمل ازاي، او هسد ايجار واسد هتني وانا كان معايا عيل عمره سنة. بعد ما خرجت الجمعية الصراحة ما سابتنيش، وفرت لي شغل هنا، نزلتني تدريب مهني وتعلمت المكن وتعلمنا صيانة المكن. عشرات السجينات السابقات يعملن في هذا المشغل، والذي يعد أحد مشروعات مبادرة حياة جديدة الذي أطلقته جمعية رعاية أبناء السجينات في مصر عام 2014، ويهدف إلى حماية السيدات من دخول السجن بسبب تعثر سداد الديون المستحقة عليهن. احنا أسسنا الحاضنة دي بندرب فيها المفرج عنهن، سواء غارمة أو سجينة أي كانت تهمتها، وفتحنا كمان فرع تاني أو أسسنا ورشة تاني في سجن دمنهور، فأصبح عندنا ورشتين، سجن القناطر وسجن دمنهور للنازلات في السجنين، بندربهم بنسقل مهارتهم، بنشبكهم في شغل مع القطاع الخاص برا، أو اللي عندها ظروف صحية بنبدأ نعمل لها مشروع صغير في البيت عندها. تغيير نظرة المجتمع عن السجينات وأطفالهن هو ما تأمل الجمعية الوصول إليه، وتحديدا الغارمات منهن، والمقدر عددهن داخل السجون المصرية بنحو 30,000 سيدة. خلال العامين الماضيين زادت الدعوات المجتمعية المطالبة بالإفراج عن الغارمات، كما أطلقت عدة برامج لتسديد ديونهن وأسست لجنة حكومية لهذا الغرض، لكن يظل العمل على إزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك وآثارها من أهم التحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.